أكثر الناس انتكاسا الذي يعلم ولا يعمل، الذي يسمع المواعظ ولا يعمل بها. لذلك قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والأعمال الصالحة كثير، لكن والله وتالله من أعظم ما يثبت العبد هي أعمال الخلوات. طبعا الفرائض مفروغ منها، لكن أعمال الخفاء، طاعات الخفاء، هي أعظم ما يثبت العبد بعد الله سبحانه وتعالى. يقولون: العمود على قدر خفائه في الباطن على قدر ثباته في الظاهر. تأمل في هذا العمود، عندما نخفيه قليلا في الأرض فإنه يسقط مباشرة، لكن عندما نخفيه كثيرا في الأرض فإنه يثبت ولا يسقط. كذلك العبد المؤمن عندما يكثر من طاعات الخلاء والخفاء فإنه يثبته الله سبحانه وتعالى. لذلك ركعة واحدة الوتر أفضل عند الله من النوافل كلها. لماذا؟ لأنها في خفاء، يكون فيها صدق، يكون فيها